السلام عليكم أعزائي الطلبة والطالبات. كيف تعمل Promoting Oxygenation؟ كيف دخل المريض يعني يعزز عملية تبادل الغازات أو يعني يحصل على الأكسجين تبعه؟ عندي شغلات معينة. أول حاجة Positioning. Positioning يعني الوضعية تحت المريض. يعني المريض كان نايم زي هيك بالضبط، هذا بنسميه Fowler Position. في عنا ليفل منه، في عنا High Fowler Position، في عنا Low Fowler Position. بس المريض قاعد زي هيك، هذا بنسميه فاولر بوزيشن، تمام؟ ان ابرايت سيتد بوزيشن يعني يكون قاعد منتصب زي هيك بالضبط. هذا بتعزز، زي بتعزز عشان تدي فرصه ان الرئه تتمدد، هذا بنسميه سيمي فاولر بوزيشن او فاولر بوزيشن. في عندنا الوضعيه الثانيه او بنسميها اورثوبنيك بوزيشن، يعني هذا المريض لازم يكون this is seated position with the arm supported on pillow or the arm rested on the chair. هذا المريض يكون قاعد ويكون متريح على قدامه يعني طاولة معينة يركز عليها أو راكز على مخدة. الصورة موجودة تحت بالضبط زي. طبعا هذا برضو بتعزز عملية التنفس، يعني واحد إذا بشكي من بقدرش نفس هو قاعد لازم أو هو نايم، فبقعد القعدة هذه غالبا يعني بقدر يتنفس بطريقة كويسة. هذه من الشغلات إيش بتسوي، بتعمل promote oxygenation. أول حاجة positioning، يعني position follower position، يعني orthopneic position. في إيش عندنا الحاجة الثانية اللي بتعمل promote oxygenation اللي هي breathing technique، يعني استخدام تقنيات معينة في التنفس. طبعا انت بتعلمها المريض عشان يتنفس كويس او يصير في عنده good oxygenation. زي ايش مثلا؟ deep breathing، تنفس بعمق، يعني خلي المريض يتنفس بعمق. deep breathing is a technique، عبارة عن يعني تكنيك معين او تقنية معينة for maximizing ventilation، بعز عملية تبادل الغازات أو التنفس. إيش بقول للمريض؟ taking in large volume of air، بخليه ياخد كمية نفس كبيرة. إيش بتسوي؟ تعمل filling alveoli، بتملي الحويصلات، alveoli اللي هي الحويصلات، to the greater capacity، لأقصى قدرة إلها. الحين طبعا إذا امتلت الأقصى قدرة إلها فعليا هتحسن إيش حاجة بنسميها gas exchange، تبادل الغازات. ايش بيصير الغاز جاز اكسشينج اللي هو الدم بشيل اكسجين، تمام، في الحويصلات وبدي وبطرد ثاني اكسيد الكربون، هذا بنسميه جاز اكسشينج. يعني دخل اكسجين على الكريات الدم الحمراء وتخلص من ثاني اكسيد الكربون اللي هو بطلع في الحويصلات. في عنا طريقة ثانية بسميها انسنتيف سبايرومتري. انسنتيف يعني محفز، سبايرومتر يعني محفز للتنفس، وممكن أنا من خلاله أقيس كمان قديش مستوى التنفس. تكنيك فور ديب بريثنج يوزنج كاليبرد أو كاليبريتد ديفايسز، يعني جهاز معين يعني مبرمج أو مدرج بشيء معين، الهدف منه أنه بخلي البيشنت يوصل مثلا لعند حد معين من النفس تبعه، يعني بخلي البيشنت. طبعا هذه الأجهزة غالبا بتكونش موجودة في الأقسام العادية. انا بخلي البيشنت ممكن اخليه يتنفس بشكل افضل، ممكن اخليه ينفخ بالون، يعني المريض مثلا بقول له خد حاول انفخ البالون، البالون هذا بيعمل زي نفس فكرة الجهاز، يعني بخلي المريض ينفخ بالون، هدف منه انه يحاول يعمل فورس، يعني يعمل قوة معينة انه ينفخ الالفيولاي تبعته، الحويصلات تبعته عشان تمتلي بالاكسجين. calibrated device encourage client to reach a goal directed volume of inspired air، يعني المريض قبل ما ينفخ في الجهاز هذا، تمام، لازم ياخد كمية اكسجين في الاول وبعدين ينفخ في الجهاز هذا، فبعزز كمية تبادل الغازات. طبعا هذا الجهاز فيه له عدة شغلات، ممكن نستخدم انه يعزز عملية التنفس، ممكن كمان قياس كمية الاكسجين او كمية الفوليوم الحجم اللي بياخده من الهواء. All are marked in at least 100 milliliter.
من الهواء. طبعا هذه الشغلات احنا مش كثير هندق عليهن، بس انت بتعرف عبارة عن جهاز انا بستفيد منه انه بحاول يعزز انتفاخ الحويصلات الهوائية، انتفاخ الحويصلات الهوائية بالهواء الجوي او بالاكسجين، فعليا حيصير في عنا كمية اكسجين كبيرة للمريض، وحيصير في عنا good oxygenation. الهدف منها introduce the risk of atelectasis and pulmonary consolidation. الاتيلاكتسيس يعني ايش اتيلاكتسيس؟ اتيلاكتسيس عبارة عن collapsing alveoli. يعني ايش collapsing؟ collapsing يعني الالفيولاي او الحويصلات لزقت في بعضها. طبعا هذا بيصير مع المرضى اللي بكون في عندهم غالبا التهابات رئوية، بكون في عندهم في مخاط، فالحويصلات بتلزق في بعضها. اذا لزقت الحويصلات في بعضها فعليا او الحويصلة نفسها انكمشت على نفسها، فما بصير في عنا تبادل غازات. فالبيشنت هذا اللي بقول انفخ في الجهاز هذا او انفخ بالون، فبحاول ادخل كمية اكسجين غصبا عنها في الحويصلة هذا تنفخ، تمام. والكونسوليديشن معناته الحويصلات برضو يعني سكرت غالبا بسبب وجود ميوكس يعني مخاط او وجود فلويد. هاي الجهاز بالضبط، هذا السبايرومتري. طبعا في كورة هنا غالبا بتطلع لما ننفخ المريض، بقول له خذ نفس وحاجة عميق وانفخ، تمام، لعند متل الكورة لعند حد معين. المريض أول حاجة غالبا ممكن لما ينفق ممكن يوصل له حوالي عند 20 أو 30 ملي، بس بعد ما يحاول مرة واثنين وثلاثة وأربعة ممكن يوصل له 50 و60 و70 و100 ملي، تمام. طبعا إحنا حكينا الأجهزة هذه مش موجودة عندنا في المستشفيات، في الأقسام العادية غالبا بيكون في الأقسام الأمراض التنفسية، تمام، القفص الصدري. فإحنا ممكن نصعد عنها، قلنا البيشنت عشان أعزز كمية التنفس تبعه ممكن أخليه ينفخ بالون، تمام، عشان احاول انفخ الالفيولاي تبعته. ايش في عنا طرق تانية ل improve او promote oxygenation؟ في حاجة بنسميها burst lip breathing. burst يعني زي ما هو عامل زي شايفين كيف كأنه بده يسفف، شاد على الشفايف تاعته عشان يخلي كمية الاكسجين تطلع بشكل اصعب. يعني بياخد نفس عميق، واحد اثنين بياخد نفس عميق، تمام، واحد اثنين، وبضم شفايفه وبصير يطلعهم بشكل أبطأ، تمام. الهدف برضو منها ان تحاول كمية الأكسجين او تعزز كمية الأكسجينيشن الموجودة عندنا في الألفيولاي. يعني عبارة عن تنفس متحكم فيه which consciously prolong the expiration phase، يعني أنا بخلي أطول فترة الإكسبيريشن. إكسبيريشن معناته الزفير، إنسبيريشن معناته الشهيق، أو إنهيليشن إكسهيليشن. إنهيليشن اللي هي الإنسبيريشن الشهيق، والإكسهيليشن اللي هي نفسها الإكسبيريشن الزفير. يعني باخد نفس، تمام، كبير وبطلعه بشكل تدريجي مع أن تكون الشفايف تبعتي يعني مضمومات، عشان صعب خروج النفس، فبينفخ الالفيولاي وبعزز كمية تبادل الغازات الموجودة عندنا في الرئة، وبعزز كمان التخلص من كمية ثاني أكسيد الكربون الموجودة عندنا في الدم. في عنا الطريقة الثانية، حاجة بسميها diaphragmatic breathing. diaphragmatic breathing التنفس الصدري او تنفس البطني بنسميه abdominal breathing او diaphragmatic breathing. طبعا هذا بدها تعليم، يعني بيشنت صعب يعملها، يعني بخليه ياخذ نفس بس باستخدام عضلات القفص الصدري، استخدام الحجاب الحاجز، يعني عن طريق البطن بخليه ياخذ نفس وينفخ بطنه لفوق. طبعا هذا الهدف منها انه يعزز كمية دخول وخروج الهواء. breathing that promote the use of diaphragm rather than just muscle. يعني بخليه يستخدم عضلات الحجاب الحاجز له الديافرام، تمام، العضلة طبعا بتوصل بين البطن والصدر، بدل ما يستخدم بس عضلات الصدر. طبعا هذه بدها عملية.
بخلي المريض ينام تمام ويثني شوية رجليه لفوق، يعني يثنيهن ما يثني ركبه. Place one hand of the abdomen، خلي يحط ايده على بطنه، and the outer and the other on the chest، والتاني على الصدر. بخلي المريض inhale slowly، بخليه ياخد نفس ببطء بس بعمق through the nose من الأنف، while letting the abdomen raise، خلال هذه الفترة بخلي المريض يرفع بطنه لما ياخد نفس بطيء وعميق من الأنف، يعني ينفخ بطنه تمام. raise خليه يرتفع أكثر من الصدر، عشان هيك بنسميها diaphragmatic or abdominal breathing، تنفس باستخدام الحجاب الحاجز أو البطن. وبعد هيك بقول له purse the lips، purse يعني ضم شفايفك. ليش؟ أنا أخلي خروج الهواء يكون أصعب من دخول الهواء، يعني بياخد الهواء من أنفه وطلعه من فمه، زي ال purse lip inhalation أو breathing. contract abdominal muscle، بخلي المريض يضغط على بطنه عشان يطلع الهواء. to exhale press inward and outward of the hand on the abdomen while counting or continuing to exhale، بخليه يضغط على بطنه عشان يخرج كمية الهواء اللي طلعت كلها، لخدها كلها وتطلع. repeat the exercise for one minute، يعني بخلي المريض يعيد 3 دقيقة يرتاح 3 دقيقتين، يعني دقيقة ياخد نفس يتدرب فيها، دقيقتين يرتاح، عشان غالبا الشغلة هذا حتى انت المريض يعني بشكل عام لما تعلمه انه ياخد اكسجينيشن كويس تمام، ما تخلي المريض يكون قاعد حيدوخ منك، خلي المريض يرتاح، تأكد المريض نايم يعني مش قاعد وممكن انه يقع، لا بسبب كمية الاكسجين الزايدة ممكن المريض يحس حاجة نسميها او منقولها light headedness، يحس حاله راسه صارت خفيفة تمام. فالمريض تأكد منه يكون نايم، طبعا مش نايم يعني فاولر بوزيشن، او يكون سوباين نايم على ظهره، المهم ما يكونش يعني ممكن يقع. practice the breathing exercise at least twice a day، بخلي المريض يعمل الشغلة هذا اقل حاجة مرتين في اليوم for a period من 5 إلى 10 دقائق، بخلي يعملها مرتين في اليوم من 5 إلى 10 دقائق. progress to do diaphragmatic breathing while upright and active، بخلي المريض كان بعزز التنفس عن طريق الحجاب الحاجز او الابدومينال بريثنج خلال ما هو قاعد، بس اهم شيء يكون يعني مدعوم يعني مش ممكن يقع وهو لما يتحرك. طبعا هذول الشغلات كلها فهم وعملي فعليا، بس برضو ممكن يجيك سؤال بقول لك ايش ممكن الشغلات اللي ممكن تعزز عملية الاكسجين الاكسجينيشن. طبعا واحدة منهم اللي هي الدايفراغماتيك بريثنج، تعرف ايش هي وايش تعريفها تمام. طبعا مش هسألك انا انك تخلي المريض قاعد او تخلي، هذا كله عملي. النيزل ستريبس يعني زي ما احنا شايفين هنا عبارة عن اشرطة بتنحط على الانف فعليا عشان تخلي مجرى الهواء يعني فاتح. طبعا هذا بيكون في عندهم مشاكل غالبا في مجال الهواء، غالبا بيكون في الانف اذا كان في لحمية معينة، اذا كان في انحراف، اذا كان بوليبس لحمية، اذا كان في يعني ديفيشن انحراف في الحجاب الانفي، فغالبا احنا ممكن نستخدمه. adhesive nasal strips اشرطة لاصقة على الانف، غالبا بتدي يعني يعني بتحكم فتحات الانف. available commercially in drug stores، موجودة في الصيدليات، غالبا هدف منها used to reduce airflow resistance، بتقلل مقاومة دخول الهواء من خلال الانف من خلال توسيع passageway of the nose، يعني مجرى الهواء بالنسبة للانف. هذا اشياء تجارية، بس اذا كان في انسان عنده انحراف او اذا كان عنده لحمية في انفه ممكن تفيد. في عندنا الاكسجين ثيرابي، العلاج باستخدام الاكسجين. الحين اذا المريض صار في عنده نقص في الاكسجين انا لازم اعوضه باكسجين يعني تقريبا نقي تقريبا بالضحكة من 80 او 90 او حتى 100% اكسجين، اكثر من مستوى
الموجود في الهواء الجوي عشان المريض يستفيد منه، خاصة المرضى غالبا يكون مش قادرين ياخذوا كمية الأكسجين الموجودة في الهواء الجوي اللي هو 21%. Intervention for administering more than oxygen present atmosphere to prevent or relieve hypoxemia. الهدف منه أنا بدي المريض كمية أكسجين مركز أعلى من تركيز الهواء الجوي، ممكن 60-70-100% أكسجين، عشان أنا أخفف أو أمنع الهايبوكسيميا. مصادر الأكسجين، وين ممكن أخذ الأكسجين؟ أنا عندي عدة مصادر. الوول أوتلت، يعني بكون في عندنا في المستشفيات الكبيرة، المستشفيات الكبيرة غالبا بكون فيها الجدران تبعتها مزودة بأكسجين، طبعا مخارج أكسجين، طبعا بحط فيها فلوميتر منظم أكسجين وباخذ منه مباشرة. إذا فيش عندنا الشغلة هذه، في عندنا حاجة بنسميها بورتابل تانكس، يعني عبارة عن إجرار أكسجين متحركة بتكون بعجل باخدها وبحركها وبحطها للبيشنت. في عندنا ليكويد أكسجين يونت، طبعا هذه مش موجودة، غالبا بكون في عنا وحدة خاصة لأكسجين السائل، هذه مش موجودة عنا. احنا موجود عنا البورتابل، موجود عنا الموجود في الحيطة اللي بناخذ مواسير في الحيطة أكسجين جاهزة، وموجود عنا في بعض المستشفيات حاجة بنسميها أكسجين كونسنتريتور، يعني بياخد من الهواء الجوي وبركز لي اياه وبديني اياه نسبة اعلى من موجود من الهواء الجوي، يعني بنقي كمية الاكسجين الموجودة في الهواء الجوي وبركز لي اياها بنسبة اعلى. في عندنا حاجة بسميها فلوميتر، فلوميتر يعني جهاز بتحكم فيه كمية الاكسجين اللي بتطلع للمريض، ايوه هذا الجهاز تمام بسميه فلوميتر. هاي طبعا هذا الوول اوتلت، يعني هذا اللي بنحطه في الحيطة تاعت المستشفى، بكون فيها مواسير طبعا موجودة في الحيطة وبكون فيها مخرج أكسجين. ما بقدر أخذ مباشرة أشبك للمريض من هنا في المخرج، لا لازم يكون في عندي الجهاز هذا عشان ينظم كمية تدفق الأكسجين، عشان هيك بنسميه فلو ميتر. فلو معناته تدفق، ميتر قياس كمية التدفق، كان أخذتوها كمان في مادة المصطلحات. تمام، هي الجهاز طبعا مدرج عندي حد معين، ممكن هذا طبعا قديش لتر بير مينت، يعني هنا لو هنا خمسة لتر بير مينت، يعني هذا بدينا خمسة لتر لكل دقيقة، لو حطيت على الخمسين على عشرة معناته هذا الجهاز بطلع من الحيطة كمية الأكسجين المواسير هذه 10 لتر لكل دقيقة بتروح للمريض، طبعا هذا اللي هنا رايح للمريض وهنا التحكم فيه. طبعا كمان بتشوفوه في العملية، عرفنا ايش الفلوميتر، عبارة عن جهاز بنظم بيعمل ريجوليت اكسجين ديليفر تو ذا بيشنت، طبعا بتصل في المصدر، كان حيط المصدر تبعه كان في البورتابل تانك كان في الاكسجين كونسنتريتور، بغض النظر من وين بيجي الاكسجين، بنظم كمية التدفق اللي بتوصل للمريض. في عندي حاجة تانية، حاجة بسميها اكسجين انالايزر. كان عندنا قبل اللي حكينا عنه أكسجين فلوميتر، طبعا بتحكم في كمية الأكسجين بتنعطى للمريض، لكن الأنالايزر عبارة عن جهاز طبعا مش برضو مش موجود في أي مستشفى، بحدد لي قديش كمية الأكسجين الموجودة أو اللي بتنعطى للمريض، يعني باجي بفحص كمية أكسجين جيتني من الحيطة بقول لك هذا الأكسجين 100% أكسجين، بجيب كيف أتأكد 100% أكسجين، بجيب الجهاز هذا الأكسجين أنالايزر وبدخل الأكسجين عليه فبحلل، بقول لي هذا الأكسجين الموجود تركيزه مثلا من اللي جايك مثلا من المواسير هذه 100% أو 50%، هذا بنسميه أكسجين أنالايزر، بحدد قديش البرسنتج أوف أكسجين ديليفرد طبعا للمريض أو كمية الأكسجين الموجود للمريض. هاي بالضبط زي هيك أكسجين أنالايزر، طبعا هذا الطرف تبعه بحطه في المكان اللي بطلع منه الأكسجين، طبعا هاي عندنا 20.7 اللي هو 21% الهواء الجوي، كمية الأكسجين الموجودة في الهواء الجوي بقيس الجهاز. طبعا لو جبت مثلا عجارة أكسجين وحطيت عليه المفروض يطلع هذا أكتر، طبعا حسب قديش تركيز كمية الأكسجين الموجودة عندنا في المصدر تبع الأكسجين. في عندنا حاجة تانية برضو في الأكسجين ترى بحاجة بسميها هيوميديفاير. هيوميديفاير طبعا جاي من عدة كلمات،
هيوميديفاير يعني عبارة عن جهاز بيعمل هيوميديفيكيشن. يعني ايش هيوميديفيكيشن؟ هيوميديفيكيشن عبارة عن ترطيب. الأكسجين اللي بيجينا غالبا من المصدر أو من الحيطة، مثلا إذا كان في مواسير عندنا في الحيطة والمستشفيات أو من التانك من الجرة، بتاعت الأكسجين غالبا بيكون دراي. يعني ايش دراي؟ جاف. فاحنا بنحتاج ان نرطبه. كيف بدنا نرطبه؟ لازم نخلي الأكسجين يدخل في مية، طبعا هذا مية غالبا تكون نورمال سلاين معقمة، تمام. بعد ما يدخل في مية يطلع لي من مخرج، هذا بيطلع الأكسجين غالبا محمل برذاذ المية. الهدف منه انه ما يصيرش المريض لما ياخذ الأكسجين اللي بيكون هيوميديفايد يعني مرطب، تمام، ما يخليش المجاري تاعت التنفس تاعت المريض تنشف. لما تنشف المجاري هذا المريض غالبا بتضايق ما بتحملها. عشان نمنع ان المريض يتضايق، تمام، فبنحط له حاجه بنسميها هيوميديفاير. هيوميديفاير يعني عباره عن شغله عباره عن فيها ميه، تمام، اكسجين بدخل فيها بترطب وبعدين بطلع الهواء محمل ببخار الماء. فالهدف منها انها ما تخليش يصير دراينس في الجهاز التنفس تبع المريض. هيوميديفاير ديفايس ذات جهاز ذات برودوس مول ووتر droplets يعني بنتج لي عبارة عن قطرات ماء and may used during oxygenation oxygen administration يعني عبارة عن لما بتحطها للمريض الهدف منه انه بترطب الاكسجين، ولما نعطي الاكسجين للمريض بكون الاكسجين في محمل بخار ماء فعليا ما بيعمل dryness في الغشاء المخاطي تبع الجهاز التنفس تبع المريض. في حاجة تانية بنسميها نيزل كانيولا، زي ما احنا شايفين بالضبط عبارة عن زي تيوب بربيش معين، تمام، في فتحتين هنا عقد انف البيشن، طبعا فيها احشام، في للاطفال في للكبار، يعني كل واحد حسب الحجم تبعه موجود. طبعا هنا بتحكم فيها، طبعا هنا بتنشبك وين على الاكسجين هنا بالضبط، هذا بنسميها نيزل كانيولا. بتنحط وين؟ في النيزل أو patient nostrils. nostrils هي فتحتين أنف تعود للpatient. في عندنا حاجة بنسميها الأكسجين hazards، مخاطر الأكسجين. إيش أهم مخاطر الأكسجين عندنا في المستشفى؟ اللي هي الفاير بوتنشال، احتمالية النار، احتمالية الحريق. الأكسجين فعليا يعني هو ما بيشتعل بس بيساعد على الاشتعال. Oxygen itself does not burn, but it does support combustion. يعني فعلياً هو بيساعد على الشعل، بس الأكسجين فعلياً ما بيشتعل. بس إذا كانت في نار وكان في أكسجين بيساعد على الشعل النار، عشان النار فعلياً ما بتشتعل إلا بوجود الأكسجين. فعشان هيك هو بيساعد في عملية البيرنينج بروسيس، عملية الاحتراق. فعشان هيك لازم إحنا نتحكم فيه عشان نمنع أي مثلاً شرارة تكون موجودة عندنا. طبعا في مرة حادثة صارت معنا في المستشفى، يعني كنت أنا بشتغل في المستشفى، الحين أجا مريض أزمة. مريض الأزمة طبعا هذا كان بدخن هو، وأنا من أجا كليا كان مخنوق، كان نفسه بأكسجين، حطينا عليه الأكسجين وتحسن المريض. الحين حس حاله تحسن، طبعا الستارة مسكر عليه، فإيش راح سوى المريض؟ فراح اللي هو طال السيجارة من جيبته، تمام، ولع السيجارة والأكسجين عليه، تمام. الحين مجرد ما ولع السيجارة، تمام، ولع القداحة والأكسجين عليه، راح طبعا المريض كان في له دقن وشنب، مجرد ما ولعها وعليه الأكسجين ولع القداحة من هنا هبت كلها في شنبه وفي دقنه. فاحنا سمعنا الصوت يعني زي انفجار بوب زي هيك صوت، فجينا نجري على المريض اللي هو لقينا مولع السيجارة. طبعا قاعد نفهم فيه ممنوع وشغلات زي كيف انت بتدخن وانت محطوط على الاكسجين، طبعا شنبه ودقنه كلها راح مع الاسف. فبدكم تديروا بالكم مهم جدا من الشغلات هذه. في عنا المخاطر الثانيه ممكن تصير مع المريض اللي هي الاكسجين توكسيسيتي، تسمم الاكسجين. تسمم الاكسجين طبعا هذا غالبا المريض اذا تعرض لكمية اكسجين لفترة كبيرة جدا ممكن يصير مع تسمم اكسجين. اكسجين توكسيستي
means the lung damage that develops when oxygen concentration of more than 50% are administered for longer than 48 to 72 hours. يعني إذا كانت كمية الأكسجين أكثر من 50% عدد المريض أكثر من 48 ساعة، تركيز الأكسجين أكثر من 50% تمام لأكثر من 48 72 ساعة ممكن يصير في عنا حاجة بنسميها الأكسجين توكسيستي. طبعا هذه كمان بنخاف إحنا أكثر فيها في الأطفال الصغار، الصغار خاصة حديثي الولادة واللي يكونوا مولودين قبل ميعادهم، هذا ممكن يصير معهم مشاكل كمان حتى في عين المريض بسبب زيادة الأكسجين. الإكزاكت ميكانيزم يعني ليش بيصير تسمم في الأكسجين بسبب الأكسجين by hyper oxygenation damage that lung is not definitely known. يعني فعليا ليش بيصير معهم زي هيك من الأكسجين، مع الأكسجين حيوي جدا للخلايا، الشغلة هذه لحتى الآن مش معروف ليش بيصير معهم. تمام، في نظريات تانية ما بتلزمش إننا نعرف أصلاً، يعني أعرف إنه المريض ممكن يصير مع تسمم أكسجين لو زاد عن 50%، تمام ينضل ياخذ المريض 48-72 احتمالية إنه يصير مع تسمم أكسجين، بس بلزمش أكثر من هيك. يعني لو صارت مع الشغلة هذا بس إحنا منقلل كمية الأكسجين عشان ما يصير مع الشغلة هذا. طبعاً زيادة الأكسجين ممكن يصير مع البيشنت تشنج. Signs and symptoms of oxygen toxicity. إيش العلامات والأعراض تظهر للمريض بصار البيشنت عنده زيادة في الأكسجين أو تسمم بسبب زيادة الأكسجين. Non-productive cough يعني بصير المريض يقوح قحة ناشفة. Substandard chest pain بصير عنده ألم في خلف عظمة القص الصدر. Nasal stuffness حس أنفه أو مليان. Nausea vomiting يعني غثيان زائد نتج. fatigue تعب. headache ألم في الرأس sore throat ألم في الحلق. hypoventilation قلة في التنفس. هذه بعض الأعراض اللي بتصير بسبب زيادة كمية الأكسجين أو الأكسجين توكسيسيتي. في عنا عدة شغلات برضو إلها علاقة بالأكسجينيشن تكنيك. طبعا هذا غالبا بتصير لو كان في عندنا مشكلة غالبا في القفص الصدري، في حاجة بسميها water seal chest tube drain system. طبعا هذا عبارة عن جهاز احنا بنحطه اذا كان المريض عنده لا سمح الله مثلا انصاب مثلا بستاب وند، ما طعن بسكين مثلا في القفص الصدري فدخل كمية دم أو دخل هواء على القفص الصدري، فما صارش عندنا الحين بدخل الهواء جوا القفص الصدري بضغط على الرئة فبصير صعب الرئة تتمدد أو يصير في عندنا تبادل غازات، فبروح بحط لها الطبيب حاجة بنسميها شيست تيوب. الشيست تيوب هذا بطلع كمية الغاز أو الدم الموجود بين القفص الصدري وبين الرئة بمنعها إنها تتمدد. وفي عنا ال HPOT اللي هي الهايبرباريك أكسجين ثيرابي يعني العلاج باستخدام الأكسجين المركز. الووتر أندر سيل أو شيست تيوب يعني زي ما احنا شايفين في الصورة هذه، طبعا هذا بيصير غير لما يكون في عنا ستاب ووند أورجان شوت. ستاب ووند يعني طعن في الصدر ودخل هواء أو دم في المنطقة هذه وضغط على الرئة، فاحنا لازم نحط الشيست تيوب هذا عشان أطلع كمية الدم أو كمية الهواء اللي ضغطت على اللنج ما خلتهاش تتمدد بشكل طبيعي. تكنيك for evacuating يعني عبارة عن أداة أو تقنية معينة الهدف منها أن أشيل كمية الهواء اللي دخلت أو الدم اللي طلع في البلور كافيتي في الحجاب أو في القفص الصدري، يعني المنطقة هذه اللي بين الرئة والقفص الصدري. الهدف منها help to restore negative intrapleural pressure and re-inflate the lung. الهدف منها نترجع الضغط السالب اللي هو بين في القفص الصدري عشان تظل الرئة دائما منفوخة. re-inflate معناته إعادة نفخ الرئة. إذا دخل يعني الحين إذا صار في عنا فتح هنا الهواء الجوي دخل جوا وضغط على وين؟ على الرئة. الحين لما نضغط على الرئة بصير لها حجم نسميها كولابس يعني بصير لها شرينكش.
شرينكج يعني خلاص انضمت على بعضها، بطلت تقدر يصير فيها تبادل غازات، فلازم تطلع الكمية هذه. الكمية طبعا الطبيب بيفتح فتحة هنا تمام، وبشبكها على جهاز معين عشان يفضي إذا كان في عندنا هواء أو إذا كان في عندنا غاز هواء سوري أو دم أو أي سائل موجود، فبطلع من هنا فالرئة بترجع تنفخ مرة تانية أو ري انفليت. طبعا هتاخدوه في التفصيل في الأضلت واحد، بس أنا أعرف لي إنه بعض الشغلات الهدف منها إنها إذا كان في عندي abnormal air أو abnormal blood موجودة في الشيست كافيتي، هذا بتطلعها بسبب stab wound يعني الجرح الطعني أو الجان شوت عن طريق الطلق الناري، لازم يستخدم هذه الشغلة. الهايبرباريك أكسجين ثيرابي طبعا هذه أشياء يعني غالبا نظرية، العلاج تبعها يعني مش كتير مستخدم، بس في بعض مرضى بتحسنوا عليها. ايش بسوي هنا؟ بده اكسجين للبيشنت مريض، يعني مريض بده اكسجين مركز 100% يعني تقريبا 3 اضعاف الهواء الجوي ضغط. طبعا غالبا بكون في غرفه مسكره على قد المريض، بدي له كميه اكسجين عاليه 100% تمام لمده تقريبا حوالي 90 دقيقه، وبعدوها اكثر من مره خلال اسبوع او شهر خلال الفتره الموجوده تمام. ممكن ضلوا كمان ممكن كمان تحت بريشر. الهدف منه انه يدي المريض كمية اكسجين تمام اعلى من كمية الهواء الجوي يعني بثلاث مرات فترة معينة. بس المشكلة هذا ممكن المريض يتعرض فيها انه يصير ممكن يصير مع اكسجين توكسيستي، عشان ما يصيرش معه غالبا المريض بخلهوش لفترة كبيرة في المنطقة هذه، يعني بحطوه شوية بعدين بطلعوه في الهواء الجوي عشان ما يصيرش معه الأكسجين توكسيستي. لقوا طبعا في بعض الأبحاث الناس اللي بدخلوا في الهايبر باريك أو زيادة ضغط الأكسجين تمام باستخدام الأكسجين أو العلاج بالأكسجين، لقوا أنه بصير في عنا بعض الخلايا بصير لها ريجينيريت، يعني بصير في عنا الخلايا بتتجدد بشكل أسرع تمام، وغالبا بتعزز كمان الووند هيلينج يعني شفاء الجروح والتخلص كمان من الناس اللي كانوا متعرضين مثلا للكربون مونوكسايد تسمم باستخدام اول اكسيد الكربون تمام. ولقوا كمان بعض المرضى اللي معهم ديابيتس برضو بتحسنوا، او مرض السكري بتحسنوا في عملية كمية الأكسجين بتوصل للخلايا بتكون أحسن عندهم تمام. بس يعرفوا الشغلات هذه يعني هي مش مستخدمة كتير عندنا هنا زي ما احنا شايفين في الصورة هذه بالضبط. بحطوها في جهاز طبعا بيعزلوها عن الهواء الجوي تحت ضغط زائد 100% أكسجين تمام لفترات محددة. هذا الجهاز مش موجود عندنا كليا، بس يعني نظريا لقوا في بعض الحالات بتحسنوا عليها، خاصة مرضى السكر عشان نزيد كمية الأكسجين للخلايا أكثر وبتعزز نمو أو ريجنريت للدتشو، بعض الخلايا الميتة بتشفى بشكل أسرع أو بتعوض بشكل أسرع. الحين طبعا هذه الإشي المهم جدا طبعا لازم تعرفوه، الحين في عنا بعض الأجهزة اللي إحنا بنعطي من خلال الأكسجين، يعني المريض لما يأخذ الأكسجين نحط له إياهن، في عنا بعض الأجهزة إحنا نحط له إياهن عشان يأخذ كمية الأكسجين المناسبة لحالة المرض. إيش بنسميها؟ Oxygen Delivery Devices، يعني الأجهزة اللي بنعطي من خلال الأكسجين. في قلت لكم عنها حاجة بسميها النيزل كانيولا. النيزل كانيولا عبارة عن تيوب يعني بربيش معين له فتحتين للأنف، بنحط المريض وبعطي للمريض كمية أكسجين معين. قديش أنا ممكن أدي فيها هذه أكسجين؟ بدي فيها تقريبا من 2 إلى 6 لتر بير منت فريكشنال أكسجين، أو كمية الأكسجين اللي ممكن يأخذها المريض خلال التركيز على الأكسجين الموجود، بياخذ من 24 لـ 40% أكسجين. إيش الميزة تبعتها؟ سهلة أن أحطها للمريض، ما لهاش علاقة يعني المريض إذا بده ياكل بياكل، فيش أي مشكلة. ليش المريض يعني ما أخذ هذا عن طريق الأنف،
نيزل كانيولا. This likely to create feeling of suffocation. بحس حاله انه مخنوق ولبسها. العيب فيها انها ممكن تعمل لي دراينج للنيزل ميوكوزا. حكينا غالبا النيزل كانيولا ما فيش عندنا حاجه بسميها الهيوميديفاير، يعني ما في هيوميديفاير فيها، فالاكسجين بروح للمريض مباشره بكون غالبا جاف، فبيعمل تنشيف للميوكس ممبرين او الغشاء المخاطي تبع الانف، فبتضايق منها المريض خاصه اذا كانت على الهاي فلو، يعني على نسبه عاليه، على 2 لتر ممكن، على عليت اكثر بصير في عندنا مشكله. تعمل اريتيشن للسكن، يعني بتهيج السكن، مطرح مو ضاغط على يعني ضاغط على الخد، هي جاي من ورا الدان تمام في الرقبه، ممكن تعمل اريتيشن يعني بتزعج المريض. بتخلينيش اضيف كميه اكسجين عاليه، يعني كميه الاكسجين غالبا قليله من 24 ل 40% بس اللي بياخذها المريض، يعني هذول غالبا مع المرضى اللي بتكون حالتهم تقريبا مستقره. الاشي الثاني اللي هو الماسك، يعني القناع زي ما احنا جايبين، طبعا في منه انواع. الماسك طبعا كميه الاكسجين او كميه اللي بديها للمريض كميه بتكون اعلى من 5 ل 8 لتر، تركيز الاكسجين غالبا بيكون فيها اعلى من 35 ل 50% من نيزل كانيولا. الادفانتج تبعتها بدي كميه اكسجين اعلى من الكانيولا زي ما حكينا قبل، غالبا كويسة مع الناس اللي بتنفس عن طريق الفم، يعني اذا المريض بتنفس عن طريق الفم ما بقدر احط له نيزل كانيولا تمام، فعنده الماسك بكون افضل له. هذا هو شكل الماسك تمام. الديس ادفانتج تبعته انه بده هيوميديفيكيشن، يعني بده لازم اشبك له الجهاز اللي بيعمل هيوميديفاير، يعني جهاز غالبا بتوع على نورمال سلاين ميه، المية بتدخل او بتدخل الاكسجين في الوعاء هذا اللي فيه مية وبعد هيك بيجي المريض. الميزة فيها انها بكون هيوميديفايد، يعني الهواء بكون مرطب وجاهز ما بغلب المريض. مع الاسف طبعا بتتدخل في الاكل والشرب، المريض ما بيقدر ياكل او يشرب والماسك على وجهه زي هيك تمام، بتسبب لي قلق، كان كوز انكزايتي، قلق المريض ما بيقدر يتحملها، خاصة الناس اللي معاهم حاجة بنسميها كلاستروفوبيا. كلاستروفوبيا الخوف من الأماكن المغلقة، بحس حاله إشي كاتم على نفسه، غالبا بخافوا منها بحبوهاش. كمان ممكن تعمل لي ريتنشن للسي أو 2 إذا مثلا وقف الأكسجين عن المريض وطلب يتنفس من غير أكسجين، فكمية ثاني أكسيد الكربون بتزيد عنه، فعشان هيك بضل أتابع المريض إنه كمان اليوتيوب مش متني تمام. بدك تعرف كل الشغلات هذه، بدك تعرف ايش الماسك، ايش الميز والادفانتج والديسادفانتج تبعته، وكميه الاكسجين اللي بديها او قديش كميه الفلو وقديش كميه الاكسجين بتكون موجوده فيه، مهم جدا طبعا اختياري او صح وغلط. في عندنا نوعيه ثانيه اللي بنسميها partial rebreather mask، انا عباره عن ماسك بس هذا بيختلف عن اللي كان قبل. هو الماسك العادي اللي في عنا باج هنا بنسميه ريزرفوار باج تمام، وفي عنا برضو الشبكة من هنا طبعا بتطلع، هذا موجود برضو في موجود النفس في الماسك اللي فوق، بس زيادة الماسك اللي فوق في عنا ريزرفوار باج، يعني كمية غالبا بدخل فيها كمية الأكسجين هنا تمام، وبعدين بتنعطى للمريض، يعني هاي مصدر الأكسجين، هاي في عنا باج، المريض بتنفس جزء من الإكسهيل إير بطلع من هنا وجزء منه بدخل في الباج تمام. طبعا هذا بيكون محتوي على اكسجين زائد كمية الهواء اللي بتنفس او بطلعها المريض، نسميه partial rebreather mask. طبعا بدي فيه كمية اكسجين اعلى من 6 ل 10 لتر في الدقيقة فلو، وكمية التركيز الاكسجين غالبا بتكون اعلى من 35 ل 60% كمية الاكسجين بتكون اعلى، وكمية الفلو اقل عشان البيشنت بياخذ يعني من الاكسجين وبياخذ من الريزرفوار موجود هنا. العيب فيه بده كميه اكسجين، يعني اقل حاجه عشان ياخذ البيشنت كميه اكسجين عاليه بده اقل حاجه 6 لتر بير مينت، يعني لازم اعمل الفلو ميتر على 6 لتر بير مينت عشان البيشنت ياخذ كميه جود اوكسجينيشن، يعني ياخذ النسبه هذه العاليه. طبعا برضو المريض بحس حاله مخنوق
نفس اللي قبل، وبدك تتابع المريض انه الريزرفوار انه دائم دائما يضله منفوخ، يعني ما يسكر او شيء عشان البيشنت يستفيد منه، عشان اذا كان مسكر من هنا حيصير زيه زي الماسك اللي فوق. هذا بسميه بارشال ريبريثر، في عندنا هذا المخرج الفنت مفتوح مش مسكر. الحين في عندنا النوع الثاني اللي حاجه بنسميها نون ريبريثر ماسك، طبعا زيه زي اللي فوق بالضبط، بس في عندنا زي الفالف هنا الشبكة الموجودة فوق كانت مفتوحة عندنا، هنا لا، هنا الحين صار في عندنا فالف، يعني البيشنت اللي بطلع النفس كليا بطلع من هنا. الحين لما بده يجي ياخذ نفس بياخذ من وين؟ من الاكسجين ومن الباك، يعني بيجي بياخذ من الاكسجين وبياخذ من الريزرفوار الموجود عندنا هنا بالضبط. الحين بيجي يطلع النفس بطلع من هنا، الحين لما يجي بده ياخذ نفس هذه بتسكر في عندنا فالف هنا بالضبط. طبعا كمية الأكسجين اللي بياخدها المريض غالبا بتكون أعلى ما يمكن في النان بريثر ماسك، كمية الفلو من 6 إلى 10 تقريبا زي اللي قبل، بس كمية الأكسجين غالبا بياخد 60 إلى 90%، تمام. الأدفانتج تبعته أعلى نسبة أكسجين بياخدها المريض. طبعا الديس أدفانتج تبعتها زيه زي البارشال نان بريثر ماسك، سائد ممكن يصير مع أكسجين توكسيستي إذا أخذ لفترة أكثر من 48 إلى 72 ساعة، ده مهم جدا هذه الشغلة. في عندي كمان جهاز برضو مهم جدا احنا بنلاقيه في أقسام الطوارئ فعليا وأقسام الباطنة والعناية المركزة بشكل كبير جدا، حاجة بسميه فنتوري ماسك. الفنتوري ماسك طبعا الميزة فيه اني باخد كمية الأكسجين اللي بدي اياها والتركيز اللي بدي اياه زي ما انا بدي اياه بالضبط، يعني بكون في عندي أول حاجة بالداخل مثلا زي ما احنا شايفين انه 31%، 29%، 26%، 24%، 31%، تمام. طبعا لازم يتوافق هذا مع كمية قديش احنا بدي أكسجين. طبعا بتحكم في كمية الأكسجين، في بعض المرضى ما بتحملوش كمية أكسجين عالية فلازم أديهم عن طريق الفنتوري ماسك. طبعا كمية الفلو من 4 إلى 8 لتر طبعا بحددها نوع الفنتوري، نوع الفنتوري ماسك اللي بتستخدم. كمية الأكسجين أو تركيز الأكسجين من 24 إلى 40% ممكن ياخد البيشنت حسب طبعا وصف الطبيب. الميزة فيه بديني أنا قديش بالضبط تركيز الأكسجين بدي المريض، مش زي اللي قبل، يعني عندنا ولا النيزل كانولا ولا الماسك ريبريثر أو البارشال ريبريثر او نان ريبريثر ماسك فعليا ممكن احدد لي، بس هنا عندي فعليا ممكن احدد كمية الفلو تبعت المريض زائد كمية التركيز الاكسجين اللي بده يدخل المريض، فهذه مهمة جدا لبعض انواع المرضى اللي ما بتتحمل كمية اكسجين عالية. ايش الهدف او العيب فيها؟ permits condensation to form in tubing which diminish the flow of the oxygen، يعني فعليا انا لازم احط في التيوب يعني فعليا كمية اكسجين محددة عشان انا اخذ الريت المعين اللي هي موجودة عليها. يعني مثلا لو كان في عندي فنتوري ماسك مثلا بدي ادي مثلا 30% مثلا، تمام، لازم الفلو ريت تبعه يكون مثلا 6، إذا اديت أقل من هيك مش راح يديني الكمية أو الساتوريشن اللي بدي إياه أو التركيز اللي بدي إياه بالضبط. يعني إيش بقول لك الجهاز، تمام، أو إيش بقول لك؟ إذا بدي أخذ مثلا تركيز 30% لازم تحط الفلوميتر مثلا على 6 لتر بير منت عشان أخذ التركيز هذا. أي خلل في التيوبنج أو في الكاليبريشن، تمام، في المعايرة حاخذ كمية أقل. في عندنا حاجة بسميها الفيس تنت. فيس تنت زي ما احنا شايفين بالضبط زي خيمة على الوجه بتدي كمية اكسجين بشكل معين، طبعا الفلو تبعها من 8 إلى 12 لتر للدقيقة. كمية الاكسجين ممكن تديها من 30 إلى 55%، طبعا انها مريحة بالنسبة للمريض. بعض الاحيان اللي بكون في عندهم مشاكل غالبا او حروق مثلا في الوجه ما بقدر احط لهم ولا ماسك ولا كانيولا، تمام، فأسهل. كمان أسهل بالنسبة للهيوميديفيكيشن، لو بدي أستخدم هواء مرطب للبيشنت هذول غالبا ممكن أستخدم بشكل أسهل. العيب فيها تقريبا زي العيوب بتاعت الماسك، بتأثر في عملية الأكل
بدينا كمية أكسجين أو تركيز أكسجين مش ثابت. ليش؟ أنا زي ما احنا شايفين هي مختلطة بالهواء الجوي، تمام؟ عشان هيك كمية الأكسجين أو تركيز الأكسجين ما بكون يعني غالبا ثابت. في عنا التراكوستومي كولر. التراكوستومي كولر طبعا هاد أعلى نسبة أكسجين ممكن أديها للمريض. ليش؟ عشان فعليا الهواء بدخل من الجهاز، خاصة إذا كان جهاز الميكانيكال فنتيليشن، جهاز التنفس، بدخل مباشرة على القصبة الهوائية، ما يعني ما بختلط في الهواء الجوي كليا، تمام؟ زي ما احنا شايفين يعني ممكن يوصل لعند 100%، 24 لعند 100% تركيز أكسجين. طبعا الفلوريت ممكن تتراوح من 3 من 4 ل 10 لتر في المية. طبعا كمان ممكن ممكن نعملها هيوميديفيكيشن لها، بس بدي ادير بالي طبعا على قديش تركيز الاكسجين. طبعا بعمل تدفئه للهواء زائد ترطيب الهواء. ليش بعمل تدفئه وترطيب الهواء؟ عشان فعليا احنا عندنا الانف والجيوب، تمام؟ لما ياخذ الانسان الهواء الانف والشعيرات الدمويه والجيوب بترطب وبتدفي الهواء. فالحين المريض لما ياخذ الشغلات هذه مش مرطبه او مش مدفع الهواء، فعمليا فبصير مع مشاكل في القصبه الهوائيه. فلازم انا اتاكد غالبا انه يكون الهواء اللي داخل المريض غالبا هيوميديفايد يعني مرطب، زائد يكون دافي الهواء. This advantage allow water vapor to collect in the tubing which may drain in the airway. طبعا ممكن يكون في عنا الهواء الحين لما نطلع الزفير غالبا ممكن يكون محمل ببخار ماء، بخار ماء ممكن يتجمع في التيوبينجز هذا. طبعا في هذا حلوها انه التيوب هذا ممكن يكون زنبرك عشان يمنع رجوع او دخول المي للقصبة الهوائية، او بيكون في عنا ريزرفوار انها تحتوي على الماء الزائد اللي بيطلع من المريض او بيجي من الجهاز المريض. في عنا تي بيس، نفس الفكرة زي التراكوستومي كولر زيها بالضبط، بس زي ما شايفين هي عنا هذا جايين الأكسجين ويطالع من البيشنت. نفس الفكرة يعني بتنشبك في القصبة الهوائية من 4 ل 10 لتر فلو، من 24 ل 100%. بدينا كمية أكسجين اللي بدي إياها، تمام؟ اللي بحددها أنا بتروح المريض، ما بختلط في الهواء الجوي. Disadvantage نفس الadvantage disadvantage الموجودة في التراكوستوم بالضبط، يعني هذا زي هذا بالضبط. TBS نفسها زي التراكوستوم ما فرقت عن شيء. يعطيكم ألف عافية، السلام عليكم.